داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: خير عباد الله الذين إذا ذكروا أو رؤوا ذكر الله في وجوههم. ومن هؤلاء مشائخ الزاوية والذين تتلمذن على أيديهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة. ونمر بالكلمة شوار المشايخ. الشيخ بلطرش كاش شهادة لكتوج محجوبة اللي تخليت ولد ما قريت في حتى هي شهادة واللي تقول هذا طيبان كش من عدو حكاية كش من عدو كذا كش من عدو إيش غالب اللي قراو لا سلسلة انت عن مشايخك هي معروفة. أولا الشيخ سيدي بولرباح، لا لا لا، ثانيا الشيخ سي أحمد سيدي النصبة، أولاده سي محمد. هذون هو الشيخ أولا جاب ثلاثة مشايخ: الشيخ سي محمد بن الزاوية نتاعو منا، والشيخ سيدي أحمد، والشيخ سيدي النصبة شيخ الزاوية نتاعهم هنا في هذا المكان. الشيخ سيدي النصبة ما ظناش ما جابلناش الأولاد ما عمرش. الشيخ سيدي أحمد جاب الله يبارك الخير والبركة منهم هذا النسل. بعد ما مات سيدي المصطفى استخرج هو واحد من ولاته سي بولانوار كقرا في الزاويه 5 سنين ولا 6 نتاع الهم. وبعد ما حكم الزاويه 5 سنين توفي رحمه الله. بعدها الزاويه تولاها الشيخ سي احمد المقربي. من هذاك العصر الى سنه 1989 توفي شيخ أحمد المقربي الله يرحمه. بعد ما توفي قلدوا المشايخ ولد حفيده المصطفى الله يرحمه ويغفر له الشيخ سي بلقاسم. راه مازال الحمد لله هنا موجود وراه يعني قائم الحمد لله بالوالد، وكان ورانا قاع قرينا الحمد لله معاه، ورانا الحمد لله في إعانته إن شاء الله، وربي يكون إن شاء الله في عون وعون الجميع إن شاء الله. نتمنى له إن شاء الله الفلاح. خاوته مع سي العربي سي إبراهيم كلهم راهم يعني في هذا المقام، راهم كلهم يعني متعاونين على الخير إن شاء الله والإحسان، وربي إن شاء الله يوفقنا وإياهم، وربي يحفظهم ويحفظ الجميع، وربي يألف القلوب ويحفظ الصفوف إن شاء الله، ويجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. ولولا هذا المقام والقرآن لما توافدت علينا هذه الأحباب وهذه الأخوان من كل مكان. جزاهم الله خيرا الحاضرين والقائمين إن شاء الله، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله على محبة الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: تركتكم على المحجة البيضاء. وش راه يقول الحديث؟ ليلها كنهارها، تركت فيكم شيئين اثنين انت مسكتم به كتاب الله وسنته. رانا ان شاء الله على هذا النهج وعلى هذا السنة، على سنة الرسول وعلى القرآن الكريم. ماذا بنا تعطونا الشهادة؟